أكد معالي الشيخ سلمان بن عبد الله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، الرئيس الفخري لجمعية الهمل الثقافية الخيرية الاجتماعية على أهمية المبادرات الاجتماعية التي من شأنها تعزيز اللحمة الوطنية ومبادئ التعايش التي أرسى دعائمها جلالة الملك المعظم حافظه الله ورعاه، ودعم جلالته للجهود الرامية إلى تحفيز المجتمع وأفراده ومؤسساته نحو ترسيخ هذه القيم النبيلة والتعاضد والتآزر الاجتماعي. جاء ذلك لدى رعاية معالي الشيخ سلمان بن عبد الله آل خليفة لحفل الزواج الجماعي للطائفتين الكريمتين الذي نظمته جمعية الهملة الثقافية الخيرية الاجتماعية يوم أمس بمنطقة الهملة. وقال معاليه بأن مثل هذه الجهود تسهم بلا شك في التسهيل على الشباب في مقتبل حياتهم الزوجية وتعزز من استقرار أسرهم، مقدما معاليه التهاني والتبريكات للعرسان متمنيا لهم حياة زوجية سعيدة ومستقرة. كما أشاد بالجهود المبذولة من قبل أعضاء مجلس الإدارة لجمعية الهملة وجميع منسوبيها على حسن المساعي والتنظيم الموفق لهذا الحفل الكريم الذي أكدت من خلاله على اللحمة الوطنية ومد جسور التواصل والمشاركة في مناسبات وأفراح الطائفتين الكريمتين. كما قدم معاليه الشكر الجزيل لكل المساهمين والداعمين لإقامة هذا الزواج الميمون ولإنجاح تنظيمه بالصورة اللائقة، حيث يعتبر حفل الزواج الجماعي الذي تنظمه جمعية الهملة الثقافية الخيرية الاجتماعية عرسا وطنيا سنويا. ويأتي هذا التنظيم لتؤكد الجمعية مواصلتها في إقامة هذا الاحتفال كمشروع وطني جامع لتوطيد أواصر اللحمة الاجتماعية والوطنية.